للأسف الشديد كنا على موعد مع حادث مؤسف النهاردة حصل، الانفجار اللي حصل في سنترال تحت الإنشاء في 6 أكتوبر، وراح ضحية الانفجار ده طفلة اللي لقت مسرحها هي ومامتها في الانفجار ده. المعايدة المبدئية للنيابة والمعمل الجنائي اللي مكان الحادث بيقولوا إن سبب الانفجار هو عبوتين ناسفتين، دول أدوا لانهيار المبنى المكون من 3 أدوار وتدمير عدد من محولات الكهرباء في الطابق الأرضي بالسنترال وتدمير كمان برج الاتصالات. الخسائر المبدئية تجاوزت 1,000,000 جنيه، ده وفقا للتحقيقات والمعاينة الأولية. احنا موجود معانا على التليفون أستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. برحب بحضرتك معنا يا أستاذ حافظ، وطبعا عضو المجلس القومي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ حافظ. النهاردة الحقيقة كانت يعني في لوم وعتاب على المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وغضبة تجاهها، بيقول هم فين؟ فين الإدانة؟ ليه ما بيتكلموش أو ما بيدينوش فقط غير يعني فين حقوق المتظاهرين، حقوق المساجين، لكن في حوادث من النوعية دي بيعملوا تجاهها إيه؟ لا، في إدانة طبعا. إحنا يعني المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أدانت كل أعمال العنف ببيانات وبعبارات واضحة دون لبس فيها أن هذه الأعمال بتهدد منظومة حقوق الإنسان، ليس فقط ولكن الحق في الحياة وهو أسمى حق من حقوق الإنسان. يعني بس أنا يا أستاذ حافظ ما بتكلمش على المنظمة المصرية، أنا في سؤالي بقول لحضرتك كل المعنيين، كل اللي بيتكلموا باسم حقوق الإنسان هم فين؟ لا، ده صحيح. المطلوب فعلا من كل المنظمات أنها تكون عندها معايير واحدة وأنها احترام حقوق الإنسان لا تفرق بين إنسان وآخر. يعني هذا الرجل الذي فقد ابنته وزوجته وهو يحمي ويحرس مبنى حكوميا في لحظة وتفجير هذا المبنى الذي يقدم خدمات للاتصالات في المنطقة، هذا إجرام في إجرام، ده لابد من إدانته، وهذا ليس عملا له أي قيمة تذكر، بل هو قيمة تدميرية وتفجيرية، وبالتالي يجب إدانته بشكل واضح. وأهم شيء في الحرب على الإرهاب هو ألا يجد مجتمعا يرحب به او يقبله او حتى يقبل تبريراته. فالإدانة احنا أدلنا بشكل واضح، وانا اعتقد انه على المنظمات الحقوقيه ان تكون واضحه في هذا الامر، انها تدين وبقسوه وباقصى العبارات هذه الاعمال التي تستهدف المباني الحكوميه اللي هي المال العام المملوك للشعب المصري، وايضا حياه الافراد سواء كانوا مدنيين عسكريين او من الشرطه او من قوات مسلحه. طيب استاذنك استاذ حافظ تفضل موجود معانا عشان انا بينضم لي على التليفون دكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه. برحب بحضرتك معانا يا سياده المحافظ. اهلا وسهلا بحضرتك يا سياده المحافظ. عايزين نعرف يعني ايه اللي بيحصل دلوقتي في مكان الحادث. اكيد حضرتك متواصل طبعا مع الجهات المعنيه سواء بالتحقيق، ويعني لو في اي نتائج او حاجات مبدئيه توصلتم ليها. يعني كان رئيس مجلس الوزراء في موقع سنترال منذ اقل من نص ساعه. تمام. ويعني تفقد المكان، وحاليا تكمل رفع انقاض، وفي لجنه فيها تمثيل للمعمل الجنائي والمدنيه ووحده المفرقعات والشركه اللي بتقوم برفع الانقاض، لان الحقيقه انه الفحص الادوار العليا غير امن للفحص الكامل والمشاهده عن قرب من مكان. هو كده اتدمر بالكامل يا سياده المحافظ زي ما انا شايفه في الصوره، يعني تقريبا خلاص سيهدم بالكامل، ولكن الهدم يجب ان يتم بآلية وطريقة معينة تسمح بفحص المخلفات للمتخصصين لتحديد المواد المستخدمة وفي التفجير. هو ده كان لسه تحت الإنشاء، كان لسه ما تمش افتتاحه حتى، مش كده؟ ولا كان شغال في الخدمة؟ كان في مرحلة التشغيل التجريبي. تشغيل تجريبي. تشغيل تجريبي يعني بس ما كانش متاح للمواطنين ان هم يدخلوا، يعني ده كان مثلا بالنسبه للموظفين. كنا لم يستقبل المواطنين، ولكن في معدات كانت موجوده عشان توصل خدمه الهاتف الثابت. وطبعا بعد التلفيات اللي حصلت للمعدات في 815 عميل على وجه التحديد
انقطعت عنهم الخدمة التليفونية. والشركة المصرية للاتصالات وعدت بأنها ستعود، أن الخدمة ستعود خلال 72 ساعة. طيب سيادة المحافظ، بعد اللي حصل النهارده ده، ويعني وقبلها برضو يعني كان في حوادث مماثلة في 6 أكتوبر أو في الجيزة عموما وغيرها من محافظات مصر، لكن خليني مع طبعا نطاق حضرتك، إزاي بتتواصل أو بتنسق مع وزارة الداخلية إنها يعني تقوم بتأمين الأماكن الحيوية اللي من الممكن استهدافها؟ إحنا يعني عندنا كثيرة جدا، يعني ده أول حدث يحدث لإتلاف مبنى بيقدم خدمة، ويعني ما فيش شك إن ده في نقلة نوعية لتوجه الإرهاب نحو تدمير المباني أو محاولة تدمير المباني اللي بتقدم خدمات للمواطنين. وبالتالي فده بيلفت يعني نظر الجميع إلى ضرورة مراقبة هذه المباني، مراقبة جيدة بكاميرات، بتأمين أمن داخلي والأمن العام خارجها، تكثيف جهود الأمن حول كل المباني اللي بتقدم خدمة للمواطنين. زي ده هتطلبه من الداخلية يا فندم الكلام ده؟ يعني موضوع الكاميرات وتكثيف التأمين؟ لا، الكاميرات ده مسؤولية الجهة اللي بتشغل المبنى. يعني الجيزة عندها كاميرات على كل المباني. بس ممكن انه المحافظة او المحليات ما تديش تراخيص لاي مبنى من النوعية دي الا لما يكون عنده كاميرا، يركب كاميرا. يعني احنا الحقيقة مش عايزين نعقد الامور اكثر من اللازم، لكن يعني لا، بس الكاميرات دي حيوية دلوقتي يا سيادة المحافظ، يعني تكشف بقى ايه اللي حصل وازاي وكده. يعني الوقت طبعا ممكن يصبح ضرورة ومن مستلزمات الترخيص. بالظبط. طبعا عندنا يعني في عدد كبير من المؤسسات اللي بدأت بالفعل انها تدي عناية يعني تحط كاميرات تراقب المداخل والمخارج والحركة للدخول والخروج للمباني. البنوك يعني عندها هذه الأنظمة. المباني بقى الحيوية زي محطات الكهرباء ومحطات المية ومحطات الصرف الصحي، دي كلها يعني مباني من المفروض بقى في الفترة القادمة ان الجهات اللي بتقوم بالتشغيل فيها تبقى عندها جهاز امن داخلي وفي نفس الوقت مراقبة للمبنى وتوثيق للمعلومات اللي بتخزنها الكاميرات. طيب سيادة المحافظ، هو الخسائر المبدئية اتقدرت بكام حتى اللحظة يعني؟ يعني طبعا بالنسبة للوفيات هي دي الخسارة الكبرى، دي لا تعاد. عندنا أم وبنتها. دول توفوا. الخسائر المادية يعني في المحافظة هتعمل حاجة يعني للزوج؟ يعني احنا مع الشركة المصرية للاتصالات يعني عندهم بما يلزم، واحنا في تنسيق بيننا وبين الشركه المصريه للاتصالات، والحارس اللي هو رب الاسره يعني ما زال محتجز ويحقق معاه، يعني ان هو اللي كان الوحيد اللي متبقى على يعني على قيد الحياه. هي الاسره بس كانت يعني عندهم بنت واحده يا فندم؟ كانت البنت مستضافه عند الوالد والوالده. كان يعني هي كانت خدنا اصلا متزوجه وكانت موجوده معاهم يعني في ضيافتهم. دي شابه كبيره بقى. تمام. يا فندم اتفضل. انا عايز اقول انه يعني هذا الحدث نوع جديد من الارهاب، بينقل نقله الى نوع من المباني من الارهاب اللي بيستهدف مباني بتقدم خدمه للمواطن. ويعني احنا بقى بحرصنا كمواطنين وكمشغلين مباني ان احنا نراعي وان في تهديد موجود وناخد الاجراءات اللازمه لتلافي حدوث ذلك مره اخرى. كمواطنين وكاجهزه معنيه بالتاكيد يا سياده المحافظ. صحيح. شكرا جزيلا دكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه على وجود حضرتك معانا. ارجع مره ثانيه الاستاذ حافظ ابو سعده رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان. استاذ حافظ، يعني سؤالي الاخير برضو، يعني تكرار النوعيه دي من الحوادث في التوقيت ده
انت قرايتك ليها ازاي وازاي نتعامل معاها؟ والشق الاخير زي ما كان بيقول دكتور علي عبد الرحمن، كمواطنين واجهزه معنيه. انا اعتقد انه زي ما المحافظ قال، انه سياده المحافظ يعني انه ده عمليه نوعيه جديده، لانه هو بيستهدف مؤسسات خدميه غالبا ما بيبقاش عليها حراسات، مش معروف انها ممكن تكون مستهدفه، زي السنترالات، محطات الكهرباء، المحولات. فانا اعتقد ان ده هيحتاج يعني سياسه امنيه جديده، لابد من توفير الحراسات، وزي ما حضرتك قلت طبعا حتى لو ما فيش حراسات، لو في كاميرات بتراقب المؤسسات دي هيبقى سهل جدا تعقب الجناة ومصادرتهم والقبض عليهم والتعرف عليهم، وبالتالي وقف هذه الاشكال من العمليات الجديده، اللي هي طبعا هي رساله محاوله يعني وقف الحياه في مصر او التهديد بوقف الحياه، وده للضغط على السلطه والضغط على السلطات في مصر. وانا اعتقد انه يعني احنا جربنا العمليات من قبل في التسعينات، لكن كل ما كان المجتمع متماسك وفي السلطه واعيه بهذا الامر وعندها امكانيات لملاحقته، اعتقد هتبقى عندها. فعايزين سياسه امنيه لاستخدام الكاميرات بما يؤدي الى رصد هؤلاء الاشخاص والتعرف عليهم وجلبهم للمحاكمه. النقطة الثانية ان يبقى في يعني وعي لدى المواطنين بتحركات بعض الاشخاص في اوقات معينة بوضع يعني عبوات او كذا، يعني ابلاغ الامن بشكل مباشر وسريع. وانا اعتقد ان دولت نقطتين مهمين في مواجهة هذه الموجة من الارهاب التي تستهدف المجتمع. شكرا استاذ حافظ ابو سعد على وجود حضرتك معنا، شكرا جزيلا يا فندم.